العراقيون هنا يعني القادم العراقي إن صح التعبير أستاذ أحمد سينقسم بين القادم العربي والقادم الإيراني، بمعنى أنه إيران في عهد رئيسي ستحاول أن تخفف الضغط على القوات الأمريكية، يعني استهداف السفارات، استهداف. إحنا شفنا أنه يعني في بداية وصول بايدن إيران كانت في عهد ترامب لا تقصف كثيرا، تتجنب ترامب، بس في عهد بايدن حينما بدأت المفاوضات مع بايدن يعني صارت عندنا بالعراق قصف عسكري واستهدافات يومية تقريبا بالطائرات، قصف مطار أربيل، المنطقة الخضراء، مطار بغداد، قاعدة عين الأسد، وكل القواعد ضربت بالعراق في هذه الفترة. الآن خف هذا الموضوع مع اقتراب الانتخابات، طبعا الملف الداخلي يحتاج إلى بعض التفصيل، ولكن حتى أرد على سؤال حضرتك أستاذ أحمد، أنا أعتقد أن العراق الآن يحاول أن ينفذ من هذه الكماشة. يعني ذهاب السيد الكاظم بعقد هذا المؤتمر هو محاولة لعقد نوع من التسوية للخروج من نفق الصدام القادم. الكل متخوف أستاذ أحمد، انتبهني، الكل بعد أفغانستان يعتقد أن هناك ستحصل مواجهة مع إيران وإسرائيل، فهمتني شلون؟ يعني بدعم أمريكي خلينا نقول، ولكن مع إسرائيل. لا توجد فاعل أمريكية في الداخل في الشرق الأوسط الآن مؤثرة لمواجهة إيران، حتى البارجات سحبها بايدن. فإذا الموضوع شنو؟ بكل تأكيد ستكون يعني رأس الحرب هي إسرائيل، وإيران تحاول أن تعزل المنطقة. هذا موضوع مهدد للعراق، وبنفس الوقت قد يكون مطمئن لوقت يعني من أوقات هذه المواجهة، مهدد لأنه قد تستخدم القواعد المتقدمة في جرف الصخر وفي المنطقة الغربية العراقية لقصف إسرائيل على سبيل المثال بالصواريخ. هنا سيدخل العراق في المواجهة، وهذا ما يحاول السيد الكاظمي والمنظومة الحكومية أن تجنب العراق هذه المواجهة. حتى الذهاب إلى أمريكا وجزء كبير من حوار السيد الكاظمي مع أمريكا كان متعلقا بتجنيب العراق المواجهة الأمريكية الإيرانية أو الإسرائيلية الإيرانية. فهذا المؤتمر هو لترتيب هذه الجزئيات، يعني انه يا جماعه الخير احنا لا وياكم ولا وياهم، احنا بالنص، فاحنا تعالوا اجتمعوا يمنا، تعالوا اتفقوا يمنا، تعالوا رتبوا الاوراق يمنا، بس لا تطلقون صواريخ من يمنا. طيب بس لا تقصفون صواريخ. جميل، ولكن استاذ احمد عفوا، جميل، ولكن مع ذلك هم موجودين بالنص، يعني الميليشيات الفصائل المسلحه موجوده، الامريكان ايضا لا زالوا موجودين مدربين واستشاريين، ولا زالت هنالك بشكل طبيعي السفاره الامريكيه والقنصليه الامريكيه. الان سيدي الكريم سؤالي لحضرتك، فشل المفاوضات، عدم العوده للاتفاقيه النوويه، زياده الضغط على ايران، كيف سيجعل واشنطن تتعامل مع الفصائل المسلحة في المنطقة بأكملها على المستوى العراقي أو السوري أو غيرها؟ كيف سيتعاملوا؟ بخشونة سيتركون الأمر لفتح اتفاقيات بعيدة الأمد جديدة مثلا مع إيران برأيك يعني، وتحديدا إدارة بايدن هنا؟ إدارة بايدن يعتمد على استهداف الميليشيات، يعني الميليشيات صعدت أستاذ أحمد، فبكل تأكيد احنا شاهدنا مشهد الرد حاضر يعني، واذا لم تصعد فإدارة بايدن يعني ذهب باتجاه اجراء يعني الترتيبات والاتصال مع الحكومة العراقية ودفع الحكومة العراقية لاجراء اتفاقيات ايضا مع القيادات